قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد مكالمة هاتفية بينها وبين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت إن بريطانيا وألمانيا اتفقتا يوم الأحد على الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران بعد قرار أمريكي بعدم التصديق على الاتفاق، وأضافت أن البلدين اتفقا أيضا على ضرورة مواصلة تصدي المجتمع الدولي لأنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة وبحث سبل مواجهة المخاوف من برنامج إيران للصواريخ الباليستية.